جدا واضح الشغف دائما لازم يكون موجود على اساس الهوايه اصلا تكون موجوده. فانا بقدر اقول انها تحولت من هوايه الى احتراف. توجهي لكل عالم الدراجات كان من منطلق اني كان عندي حب ولا زال اني اشترك في السباق الثلاثي اللي هو بسموه تراتلون. طبعا انا قبل ما احترف في مجال الدراجات انا جاي من عالم الركض وعالم السباحه، فكانت تنقصني هاي الحلقه لعالم الدراجات على اساس اني اقدر اشارك في هذا السباق. فمن هذا المنطلق أنا فتت لعالم الدراجات. طبعا بلا شك كان الطريق من مرة مش سهلة، واليوم إحنا الحمد لله رب العالمين أنا موجود بمحل اللي أنا كثير راضي عن نفسي فيه. دراجة الهوائية أول شيء، الدراجة هي لما تقول دراجة بتحكي طوالي طفولة، دراجة كثير بتربطنا هيك لعالم الطفولة تبعنا. اليوم الإشي طبعا أقل، وهذا الإشي اللي أنا بواجهه وبشوفه رح نحكي لك قدام عن النادي، إنه اليوم في كثير بنات وصبايا بيشاركوا معاي. بس إذا بنرجع اليوم إحنا 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة لورا، كان ركوب الدراجة ويعتبر إشي عيب للبنت، وهذا الإشي كمان أنا بواجهه مع نساء اللي بيجي عندي بجيل 50 وبجيل 60 بتستغرب، اللي بتيجي اليوم بتقولك أنا من زمان عندي حلم إني أنا أركب على الدراجة وحب إني أحققه. فحتى وأنا بنت صغيري طبعا أنا ركبت على الدراجة، فهيك مقارنة مع خوات الباكيات فأنا الوحيد اللي بسوق فيهن بركب دراجة فيهن. فبلشت أحترف الإشي، أطلع على الحقل. طبعا واجهتني صعوبات، ما لقيتش دعم من البيئه الموجوده اللي هي خلينا نقول البيئه الذكوريه، من منطلق عادات وتقاليد وكل هاي الامور. فجازفت بخطوه اللي هي تعتبر بوقتها انا بقول انها خطيره وغير امنه، ان انا اطلع على الحقل لحالي اخذ التجارب، اطلع امارس الهوايه هاي اللي تحولت شوي شوي من هوايه لاحتراف. فاليوم أنا راكبة، أعرف نفسي كراكبة احترافية، عندي دراجة احترافية، بشارك بعدة سباقات اللي هي على مستوى الدولة مثل إحاطة القدس، إحاطة الطبرية، تل أبيب، وكل إمكانية بتسمح لي أن أكون موجودة بإطار زي هيك. شاركت في سباقات في البلاد؟ شاركت في سباقات اللي هي خلينا نقول مش احترافية وإحراز مراتب يعني، بس طبعا ان شاء الله هي واحده من الاهداف تبعات اني كمان اخوض سباقات اللي تعتبر سباقات احترافيه واللي فيها احراز مراتب وجوائز. الفكره تكونت اني بعد ما كيف حكيت لك الشغف والهوايه تحولت لاحتراف، الطريق كانت مش طريق سهل، فقررت ان انا ارفع الكفوف كيف بيحكوا، والطريق اللي كانت صعبة لإلي أعملها طريق سهل لكثير نساء اللي حلم لإلها أنها تحققوا أنها تكون راكب الدراجات. فطبعا قررت أروح أتعلم، فتعلمت مرشد الدراجات، وكان الهدف واضح أني بس أحصل إن شاء الله على الشهادة أني أفتح نادي لركوب الدراجات. ما أنا كثير بآمن أنه الإنسان وقته هو بنظمه، والإنسان اللي بيجي بيقولك أنا فيش معي وقت، فكما يبدو فيش معه وقت لإشي اللي هالكد بالنسبة له هو إشي مهم. الرياضة أنا بالنسبة لي هي عالمي من أنا بنت صغيرة يعني، ولا مرة أذكر حياتي كانت بدون رياضة، وهذا الشعار اللي إحنا دائما بنقوله الرياضة هي نهج حياة. ودائما بعرف كيف الإنسان بحط برنامج توفير لا يبني بيت أو لا يعلم أولاد، فالرياضة هي برنامج التوفير لإلنا لصحتنا. فبما أنه أنا بعتبر الرياضة هي جزء مهم، فهي دائما موجودة في نظام حياتي. طبعا أنا كمدرسة بعرف حالي بعد ما أخلص دوامي عندي يومين أو ثلاث، عارف مثلا بهاي الأيام عندي بركة، بهذا اليوم عندي تدريب ركوب دراجات، بهذا اليوم عندي هيك، بهذا اليوم عندي هيك. فبناء البرنامج وتنظيمه أمر جدا مهم وإشي مش مستحيل لما إحنا مآمنين فيه. للأسف لما أقمت النادي في البداية، طبعا كان العنوان الكبير تبعي إنه يكون أغلب المشتركات في النادي إن نساء، كان إقبال كثير حلو في البداية يعني. اليوم إذا بنرجع هيك على الفيديوهات، أول ما أقام النادي تقريبا 90% من المشاوير هي كانت فقط لنساء. للأسف مع الوقت شوي شوي الإشي كثير خف. طبعا ما عنديش جواب لليوم ليش، هل هي كانت إنه بس إشي بدي أخوضه كمرة واحدة زي كأني أنا بزور شغلة أو بتعرف عليها كمرة واحدة مش متكررة، أو سبب آخر إنه ظروف بيتية ظروف وقت كيف مرة حكينا. فللأسف فيش إقبال شديد. في اليوم الحلو إنه كثير نساء بيشاركن مع أولادهن،
هذا الإشي كثير حلو، وبنات بشاركين مع أخوتهن. فكمان هاي مهمة بدي أوعدك فيها أني أنا كمان أبذل مجهود أكبر أني أقدر كمان أوصل الفكرة كمان مرة، ويكون عنا إقبال أكثر للنساء. اليوم النادي تقريبا 80% من الشغل تبعه مع عائلات ومع أولاد أكثر. البداية كان إقبال للنساء على الدراجات الهوائية؟ البداية كان إقبال جدا شديد. تنساش معتصم فكرة الدراجات هي كلياتها إذا نطلع على الإشي هو فكرة نسبيا بالمجتمع العربي جديدة، وكمان أكيد أنت مواكب الأشياء. فترة الكورونا عملت ارتفاع جدا جدا ملحوظ في راكبي وراكبات الدراجات. فترة كل الأشياء اللي كانت موجودة، عدم الخروج من البيت والنوادي الرياضية كلها تسكرت، فإذا أنت واكبت الإشي فترتها كان الواحد أنه بدي يشتري دراجة يعني يعمل مجهود تايلاكي عقد ما كان في إقبال شديد عليها. وهذا الإشي بالعكس أجا إشي زي من كل من إيجابيات الكورونا، إنه فتحت هذا المجال إنه يكون مفتوح أكثر كالوسط العربي، الرجال بشكل عام والنساء بشكل خاص. كوني امرأة محجبة ولا مرة شعرت إنه الإشي يحد من إني أنا أمارس هوايتي، لما أنا لا أخل لا بالعادات ولا بالتقاليد، والأهم من هذا كلياته بالدين. فأقول لك إني مكمل الإشي مليون بالمية لا، بس بحاول قدر الإمكان إنه الإشي يكون حسب كيف عاداتنا وتقاليدنا وديننا اللي هو أهم إشي. فلبسي هو دائما محتشم إذا كان على الدراجة النارية أو على الدراجة الهوائية، وكثير أنا الإشي بالنسبة لي هو إشي مهم، لأنه الرياضة لما أنا بدي مارسها ولا أي عائق ممكن يكون موجود. فاللي بحكي لك إنه إحنا ديننا لا يحرم الرياضة، عاداتنا وتقاليدنا لا تحرم الرياضة، لما الإشي بنعمل بالإطار الصح وبالمكان الصح وبالأمور الصح، فأنا حسب رأيي فيش ولا خلاف. وأنا أضيف لك معلومة، أنا جاي من بيت متدين، أنا أبوي توفى قبل شهر ونص رحمة الله عليه، أنا أبوي شيخ وأبوي كان من الداعمين الأوائل لي إذا كان بركوب الدراجة النارية أو الدراجة الهوائية. طبعا كان كلمة الله يرضى عليك ودير بالك على حالك يعني. فحتى لما كنت أروح أقطع بحيرة طبرية كل الأشياء اللي أنا كنت أمارسها كنت بالعكس أروح الكد بشوك اللي أحكي له اليوم عملت هيك واليوم عملت هيك. فهذا الإشي بدل طبعا مليح لي تركت للشغلة، إنه دعم الأهل ودعم الحلقة القريبة منك هي جدا مهمة، وأحيانا يعني عدم معارضة الشيء هي بحد ذاتها دعم. يعني ممكن اليوم الأب يشجعش بنته تروح تركب بسكليت، بس بنفس الوقت ما يمنعهاش. فعدم المعارضة وعدم الممانعة هو بحد ذاته أنا حسب رأيي هو دعم. كمان مرة اللي حكيت لك دعم الأهل هو عدم المعارضة. يعني إحنا بالبيت تقريبا فيش حدا محترف للرياضة، معارضوش على الفكرة بتاتا بالضبط، فما كانش معارضة وبالعكس كان في دعم. يعني حتى بهاي المشاوير اللي أنا بعملها اليوم، أنا أولادي كبار فأولادي بيساعدوني، أخوتي بيساعدوني. اليوم أنا الشغل أنا بشتغله كمان يحتاج إلى مجهود جسدي، فكده أنا بعتبر حالي كمان كمرأة جسديا قوية، فلا غنى كمان عن مساعدة الأخ الأب الإبن، فإحنا بنكمل بعض. فأنا طبعا من هون بوجه الشكر لكل إنسان دعمني، لعائلتي لأولادي لأبوي رحمة الله عليه، لأنه فعلا بدون دعم الحلقة القريبة منا، لأن أنا بالنسبة لي المجتمع هو عائلتي، يعني أنا هيك بعرف المجتمع بالنسبة لي طبعا. ففعلا دعم الأهل ودعم الحلقة القريبة جدا مهم، وإذا كانش موجود أنت ممكن تنجح بس الطريق راح تكون كثير شاقة. هو بجوز في انتقادات بس أنا بسمعهاش. بس هسا بما أنك حكيت عن انتقادات، ذكرتني أول مشوار كان إلا للنساء، أو حتى أعتقد حتى ما كانش مشوار، كان من مجموعة نساء أنا بدربهن، فكنا طلعات من الساعة 5 وهي أعتقد يومها نزلت فيديو قصير، فبودي لي واحد قعدين بتدور تبخن لجوازكن. فوي فكرة قشعريرة بجسمي هسا لما ذكرتني بالإشي. طبعا لا أذكر مين الشخص ولا أذكره من وين، بس فعلا الإشي كثير كثير استفزني، ورديت عليه بالتعليق حكيت له هاي اللي بتحكي لها قعدي بالدار اطبخي لجوزك، هاي صحيت من الأربعة قامت بواجباتها، بجوز كمان طبختها جاهزة على النار وطلعت بالوقت اللي حضرتك، وممكن الأولاد نايمين عساس تمارس رياضة اللي هي احنا بتعرف رياضة الدراجات هي معروفة رياضة صباحية، احنا بأيام الصيف صلي الفجر واحنا بالشتاء، أيام الشتاء هي أيام طبعا مريحة أكثر. فالرياضة هي يعني بنمارسها من الستة إلى الثمانية أو من الخمسة إلى السبعة، فهي لا تتعارض مع أمور البيتية.
فكثير آسفني وكثير أوجعني إنه لليوم نظرة للمرأة دار طبيخ طعمي جوزها طعمي أولادها. فأنا ممكن أكون امرأة صالحة لمجتمعي ولعائلتي وأمارس الهواية اللي أنا بحبها، ليه لازم يا هاي يا هاي؟ هذا الانتقاد الوحيد اللي أنا بذكره، ويمي حتى حاولت يعني كمان أعمل مقاضاة قانونية يعني على الإشي، فتستغرب قدرت أوصل لرقم الشخص وعملنا محادثة وتأسف. فكمان هاي النقطة بدي أحكيها، مرات الكلمة اللي أنت بتفكر أنك حكيتها ستام لإنسان اللي أنت بتعرفوش، مجرد إنسان ممكن أنت ما مش تعرفش كده، ممكن يكون وقعها عليه لأنه هذا اللي أنت كتبت له أنت بتعرفش عنه. فمين أعطاك هذا الحق تكون هالكد انتقادي أو تحكي إشي اللي أنت بتعرفوش؟ فعشان هيك كمان من هاي المنصة بنحكي إنه كل إنسان هيك كل خيرا وإلا فصمت. بحكي لك المحبة رزقة، فمحبة الأطفال ومحبة الأهل ومحبة الطلاب. أنا حكيت لك أنا مربي، أنا مدرسة بعلم بجسر الزرقاء، رسالة جدا عظيمة. فتتخيلش معتصم كده بتوصلني رسائل حلوة، أقول لك بكفي هيك حضن الولد وبوست لإلي، هاي بالنسبة لي أكبر إشي. فالحمد لله رب العالمين. أنا اللي عملي مع النساء ومع الأولاد ومع الأهالي برجع علي مردود جدا 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 عظيم. الأهل لما تتصلي تحكي لي كده الولد صار عنده تغيير، كده شخصيته اليوم تغيرت، ولد اللي بعد ما يخلص المشوار يروح يحكي لي وانت المشوار الجاي. فهذا مردود اللي هو جدا رائع وجدا عظيم وجدا بيعطي هيك انتعاش للروح وبيعطي قوة بعد كل تعب وبعد كل مجهود، بعطيك طاقة كمان وكمان وكمان.